كمان مع حضراتكم وصلنا دلوقتي لفقرتنا فقره اللعبه. كان طيب. سؤالنا النهارده السؤال ماشي اتفضلي يا بنتي عشان هما ما حدش لا انت كده مستقصداني جلال انا هقدم فيك شكوى اتفضلي طب والله لا انت اللي تقول اللعبه دلوقتي خلاص لا مش مشكله خلاص اتفضلي السؤال النهارده كان ما هو اول نهائي لدوري ابطال اوروبا استضافوا ملعب ويمبلي قول انت طيب خلينا نشوف الناس كده جاوبت قالت ايه على سؤالنا النهارده طيب انا يعني نور ابتدت وقال 2011 برشلونه مانشستر يونايتد انتهت 3-1 لبرشلونه اسلام بيقول نسخه 2012 بين برشلونه ومانشستر 2011 بين برشلونه ومانشستر يونايتد اللي انتهت بفوز البارسا 3-1 ورجل المباراه كان ليو احمد كتب نهائي كاس اوروبا سنه 53 1963 ميلان وبنفيكا وكانت طبعا ملعب ويمبلي في لندن في 22 مايو 1963 وفاز وقتها ميلان بنتيجه 2-1 دي كانت الاجابه الصحيحه برافو عليك يا احمد برافو عليك يا احمد طبعا ويعني خلي بالك الموضوع مش سهل فاعتقد ان هو ابتدى يفكر وابتدى يجيب يعني شابوه يا احمد الصراحه